ما حدنا نت دابا في المواضيع اللي رائجة حاليا اللي هو الجرعة الثالثة، كاينة زيادة في الأسعار، شنو رأيك؟ أنت كمواطن الله ياخذ فيهم الحق، ما كاينش يعني أنت ولدت الله ياخذ فيهم الحق بيان سور واخذ فيهم. أنا من الناس اللي دابا جي كريتيكي أخ النوج، لأن كنا منتظرين من هذه الحكومة أن غادي دير بزاف د الحوايج، غادي يزيدوا في هذه وغادي يزيدوا في خلاصي، داكشي اللي كانوا كيقولوا لنا ولحد الآن ما داروا والو. حرام عليه، انا خصهم يديروا مجهود، خصهم يشوفوا بان الشعب راه تياكل العصا، راه ما يمكنش نعيشوا بهذه الطريقه هذه، راه كاين اللي ما لاقيش باش ياكل ولادو. انا كاين الناس اللي كيمشيو للسوق مساكن ما عندوش 100 درهم في جيبو، كيفاش غيعيش؟ هذه مسائل اللي انا كنهضر عليها وباقي تنهضر عليها، والتلفزيون حتى هو كنهضر على التفاهه ديالو. مشاهدي الكرام، مشاهدين قناة أشواق تي في، مرحبا بكم. اليوم معنا ضيف مميز ومتميز، سعيد النصيري، مرحبا بك معنا. ومعنا صحفية مميزة ومتميزة لالة مريم، تبارك الله عليك. أول حاجة نبغي نسولك على لو بوي، غنلقاه اليوم هذا رمضان. حنا دابا الآن في استوديوهات ديال شادة، دابا لقيتيني مع الإعلامي ديالنا الكبير اللي هو السي رشيد إدريسي، ودابا حنا راه غير في واحد البريك باش بين ما يشربوا وقهيوتو داكشي وش لا مزيان لا مزيان. فحنا كنوجدوا الآن في الديكور ديالو إن شاء الله، باش غندوا تصوير في بداية ديال مارس، غندوا غادي نديروا اللي كيتميز به البوي هذا العام، البوي ثلاثة، هو ان غادي تكون واحد الخليه ديال الكتابه اللي كتكون على راسها سي حسن اي سميتو عين الحياه، ومع سي ابو القاسم يعني، ومع واحد مجموعه ديال الكتاب، باش نديروا حاجه اللي تكون في مستوى عالي. كذلك كتميز انه ما غاديش تكون معنا للاسف الشديد لاله فاطمه خير، لان اصبحت سياسيه وغادي تاخذ، لكن ما اعتزلتش، ما كنظنش اعتزلت، لا ما اعتزلت الفن، ولكن حنا لان عندنا توجهات سياسيه في سميتو، باش نكونوا باش ما نخلقوش لا شي احراج ولا شي حاجه، ربما نقدروا نعيطوا لها في شي حلقه اللي ما فيها حتى شي حاجه متاع علاقه بالسياسه، باش نبقاو دائما نخليوها في فرحتها. بينما حنان الابراهيمي غادي تكون هي البطله، هي ونعيمه الياس دابيتود، ولي زونفون غادي يكونوا معنا، وجوه جديده منهم محسن نشيط، وعدد كبير ديال الفنانين اللي غيكونوا معنا. كيتميز كذلك بواحد المساله اخرى، هو انه الديكور ديالو غادي يتغير، غيولي ديكور اخر، المواضيع غادي تكون متغيره حتى هي، غادي تمشي لواحد. كذلك كيتميز بواحد المساله اخرى اللي هي المهمه جدا، هو اننا غادي نلونسي واحد الكاستينغ للشباب باش يجيو يشاركوا، ونفتحوا لهم الباب انهم يشاركوا، ولكن بشرط ان تكون عندهم دراسه على المسرح او لا درايه بالمسرح، باش ما ناخذوش اي واحد. فغادي نلونسي واحد سما شادا كاستين، اللي غادي يكون في المغرب كله، وغادي نشوفوا الشباب والناس، ماشي ضروري الشباب يعني شباب من الناحيه الفنيه، ولكن يقدر يكون مثلا راجل كبير او لا مثلا السن ديالو كبير، ولكن الموهبه، المهم تكون موهبه اللي تكون شابه. فغادي يكونوا معنا ان شاء الله، نعزلوا منهم باش نفتحوا هذا المجال. بغيت تفتحوا شادة انها تعطي فرصه لهاد الشباب باش يشاركوا مع دي بروفيسيونيل، ونفتحوا لهم المجال، انا الا وعسى يبان فيهم فنانه كبار، ونعطيهم المشعل ويمشاو يكملوا الخدمه ديالنا. كنت منو التوفيق ان شاء الله، حنا غادي نتفرجوا في لو بوي في رمضان، كنتسناو في كام باسيونس. كنتي مخرجتي مؤخرا في واحد المنبر اعلامي، كنتي قلتي كريمه وسط خرجت على راسها ملي دارت هذيك العمليه ديال انها تنقص الوزن، لماذا؟ لا ما قلتش خرجت على راسها، بالعكس، علاش خرجت على راسها؟ مزيان عاد صوبت راسها، ما عرفت ملي كتجيبوا نتوما ربما فنيا، لا ما خرجتش على راسها فنيا، قلت لان الحظوظ اللي كانت عندها وهي كيف كانت قبل ما بقاتش عندها، وهي دابا كيفاش تغيرت، هذا هو الفرق. ما بالعكس، هي انا من ضمن الناس اللي غادي نعيط لهم، اول واحد غادي نعيط ليه هي كريمه وسط، لان عزيز عليا، واسمه غير هو البيرسوناج اللي خلقاته بداك، وهي هكاك مهبزه، كان زوين، كان بيرسوناج واعر، فدابا خصها تجتهد اكثر باش تعاود تفرض عاوتاني بيرسوناج من نوع اخر، لان هي ممثله، هي ماشي وحده اللي كانت كتعتمد غير على الجسم ديالها باش تأدي، كانت ممثله وادت الدراما وادت سميتو. فربما الناس كيشدوا الهضره وتيقلبوها، هذا هو المشكل ديال هذه المواقع اللي ما عندهم ما يدار. كاين شي مواقع الله يهديهم كنحاولوا نعطيهم فرص، انهم ملي كيجيو يطلبوا منا مثلا نجاوبوا ولا ياخذوا من عندنا انترفيو، تنعطيهم هذا الانترفيو، ولكن ما عرفتش علاش كاينه سوء النيه دائما، تيحاولوا يزرعوا بعض الحوايج اللي ما كاينينش. بالعكس
انا مع كريمه سيتين بعدا صديقه ديالي وبحال اختي صغيره عزيزه عليا وخدمت معايا بزاف الاعمال. وهاد العمل الا ان قلت لك البيرسوناج يعني الشخصيه التي تؤديها اللي كانت اللي خلقاتها ودارت لها واحد الشهره كبيره وهذا دابا من الصعب عليها انها تعاود ترجع. خص تدير مجهود اكبر باش تحاول ثاني تفرض هذا الجانب هذا لشخصيات معينه لان ما تلعبش هي شخصيه واحده، غتلعب دراما تلعب كوميديا لانها ممثله غادي تلقى صعوبه ولكن غادي توصلي ان شاء الله لهذا. جو بونس كو دابا غادي يكون عندها فرص اكثر لان ما بقاتش غادي تبقى محاصره في ذاك المربع ديال واحد المراه اللي غليظه وصافي لا هي ما كانتش كتلعبها حيت مراه غليظه، لا بالعكس هي خص تعرف واحد القضيه قلت لك هذاك لو بيرسوناج هذيك الحلاوه بحال ملي كتهضر مثلا على مثلا على يونس الشلبي مثلا. يونس الشلبي كان كيعتمد على واحد الاداء معين، هذاك متفقين اداء معين ديال واحد بهال، هي لا هي كانت قلت لك رغم ان انا كنقول لك على الجسم ديال على الهيئه ديال الوجود بحال دابا انا مثلا تصور معايا انني غدا نبدل اللون ديالي نولي بيض وعيني زرقين بحالك، فصعيب باش نعاود الناس يشوفوني يعاود يولفوا ذاك الوجه ديال سعيد الناصري لو حيت الموستاش مثلا نقدر باش نتخيلك بلا موستاش ما تقدرش تخيليني بلا شتي يعني هادشي اللي بغيت نقول لك ان الانسان ملي تكون واحد الشخصيه هذا ولكن الاداء مختلف، الاداء كيكون معتمد يعني الاداء ديالها هي كانت ممثله هي ما عمرها ما كانت معتمده على كنجيو نضحكوا لها مثلا على حيت غليظه ولا حيت رقيقه، لا بالعكس هي كانت هي كدير لوطو ديريزيون كانت عندها وحده ولعبات الدراما قلت لك ان كيفاش كتكلم على المعاناه ديال وحده اللي كتكون مثلا هكذا كتكون مع خطوط غليظه وداك الشيء ولعبات عليها هي بواحد 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 القوه وكانت في المسرح كتحرك بواحد الطريقه خطيره جدا. انا تنظرك على الطريقه ديالها الان ادوار ديالها غادي تختلف ربما غتصعب عليها المهمه، لا ماشي هي غتصعب عليها ولكن لان الناس ولفوا هذا هو اللي بغيت نقول، ولكن الا قدرات غادي تكون روعه ان شاء الله. كنتمنوا لها كل التوفيق. مؤخرا شفناك درتي دي كابسول على ود الجرعه الثالثه. الجرعه الثالثه هذاك يعني الجرعه الثالثه انا اللي كنسولك دابا ما بغيتش نديريجي الناس فما ممكن نفضل ما نجاوبش. واش هذيك القطيعه اللي كانت مع القناه الاولى والثانيه صافي ما بقاتش؟ كيفاش واش من قرب القناه؟ حيت كلشي تيقول سعيد الناصري عنده قطيعه مع القناه الاولى والثانيه داكشي علاش ما بقيناش قرب الجرعه الثالثه. هذا دابا راه انتم راه كتوقعوا اما الناس كيوصلوا الخبر دابا اش علاقه الجرعه الثالثه ولا دابا بالقناه؟ القناه حاجه، الجرعه الثالثه هذا حاجه واحده اخرى، هذا تابع الوزاره ديال هذاك السبوت راه الوزاره راه واخده ان اسباس بيبليسيتير باش كدوز راه تتادي فيه مبلغ كبير باش كتقدر تدوز هذوك الوصلات ديالها باش توعي الناس وتوصل لهم واحد الخبر معين. يعني التلفازه ماشي مصدقاها ولا دايره خير ولا لا، بالعكس هذا واجب. كذلك انا الاداء ديالي كان واجب وطني وعن اقتناع لان الجرعه الثالثه مهمه للناس، وانا انا انا انا, أنا اول هاد الناس اللي سمح لي الحمد لله عطي سوي الحمد لله غتقطعوها ولا تخليوها اللي بغيتي غيخليوها مزيان باش الناس يقولوا رحمك الله، غادي يقولوها كلهم اللي غيشوفها يقول لك الله يرحمك الله الحمد لله. انا الناس كاين شي واحد كل واحد اش كيقول؟ كيقول هذا فيه العقر، هذا كيقول لك راه كدير حقه، راه في جي 5 هذا راه قتلات واحد راه. انا في لونتوراج ديالي الناس اللي كنعرفهم موقع لهم والو، وانا درت الجرعه الاولى والثانيه والثالثه بلاتي وقيله بلاتي الا كانوا هام شتيهم باقي هزهم ها هم لا بلاتي ها هما شتيهم ها هما بجوجهم هما عندي هي الاسم الحقيقي ديالي هو سعيد ناصر، يمكن للكاميرا يشوفهم باش تعرفوا بانني درت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه والجرعه الثالثه، ولانني مآمن بهذه القضيه. ومؤخرا كنت مع 300 طبيب كلهم مقتنعين، والاطباء اللي داووني مقتنعين بهذه المساله. فواش انا غادي نخلي هاد 300 ولا 400 طبيب وغادي نتبع واحد برلماني ولا واحد كيروج من 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 شي حاجه اخرى؟ المهم تلقيح كيبقى حريه شخصيه ديال كل واحد. لا احنا ما تنهضروش دابا على الحريه، انا تنهضر على اقتناعي انا. فمني كنقول الناس مثلا ملي درت انا هذا سميتو ما درتوش باش على قبل الفلوس او لا على قبل سميتو، وهذا ما عنده حتى علاقه بالقناه ولا هذا، باقي المشكل ديالي مع القناتين اللي مع الاولى ولا مع الثانيه ولا مع الثالثه باقي هو لان عندي مشكل مع ماشي مع القناه، مع المسؤولين اللي دابا المسؤول نهار يحيد هذاك المسؤول ربما غادي ترجع الامور مع مسؤول اخر غادي نتفاهموا انا وياه، لان النظره ديالي تختلف على النظره ديالهم. كذلك الجانب المهم والاساسي هو اننا مني درت انا هذه القضيه ديال الجرعه الثالثه انا بغيت نتقاسم مع الناس ديالي ومع الجمهور ديالي ونقول لهم هذه التجربه اللي انا عشتها ومزيانه، اذا ما وقع حتى شي مش بحال واحد جاء وانت انفلونسور كيشوفوك الناس ماشي قضية انفلونسور، لا ما بغيتش يشوفوها الناس كانني انفلونسور، بغيتهم الناس يشوفوني كانني واحد عاش هذه التجربه انني
انا درت الاولى والثانيه والثالثه وما وقع لي والو. فقلتها للناس، لا قلتها لهم، قلت لهم انا راه ما وقع لي والو، انا بنتي ما وقع لها، مرتي ما وقع لها والو، صحابي ما وقع لهم والو. اذا الا كنتو بغيتو حتى نتوما ديروها راه ما كاينش هذيك الهضره، راه ما كاينش. جو كونفيرم حتى انا مونتوراج ماما كبيره في لاج وكلشي دار ما وقع والو. فهنا خصنا نعرفوا ان هذه المساله ديال الجرعه الثالثه هذا ما كنقولش الناس لا خصكم ديروها، لا حنا تنقول لهم ها التجربه اللي حنا عشناها وانني انا راه ما وقع لي والو فوالا والاطباء تيمونياج والناس هذه شهاده، وان الناس اللي نصحونا راه هما اطباء، لان اللي تيقول لك دير راه ماشي واش هاد الطبيب مسالي راسو غادي اش بغى عندي انا غادي يجي يكذب عليا ويقول لي دير هادي وهي غادي تضرني. كيديروا لك لابيس هذاك الشيء كذا مخاوي، ودابا الواحد يخدم شويه عقله. انا ماشي كنقول يعني الواحد يفكر هو راسو شي كاع، يعني نفرض كاع يكون هادشي اللي تيتقالوا بصح، ان مثلا الناس كتموت كاع ديروا حتى 3% كتموت، ولكن راه 97% كتعيش. خصنا نفكروا بهذا الطرف التفكير هذا، 95% راه خص تفوت 50 وغتكون الحمد لله. غير هو واحد وحنا كنا من اولا حنا من الدول اول دوله افريقيه اللي في التلقيح اللي وصلها التلقيح هذا بفضل المجهودات ديال صاحب الجلاله. يعني واش كتظن ان سيدنا الله ينصرو انه غادي 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 يجيب للشعب ديالو اللي تيحبوه تيبغيه شي حاجه اللي غادي هو الاول دار التلقيح؟ غادي يقول لك اسيدي ما ديروش، انا وليداتي ما خصهمش يديروه. يعني ملي كتشوف ان صاحب الجلاله الملك ديال البلاد اللي هو كيجري ويجاري باش اننا حنا نكونوا من الدول الملقحه الاولى في افريقيا والثانيه في العرب بالنسبه من بعد الامارات، يعني هذا راه مجهود كبير. وان هذه الوزاره كلها اللي كتجري بالوزير ديالها بالناس ديالها بالاطباء ديالها، واش هاد الناس ما عندهمش عائلاتهم؟ ما عندهمش راه في ولد خالته ولد عمته ولا هذا بصرف؟ واش هاد الناس ما غايجيو يأديو الناس ويقول لهم ديروا شي حاجه؟ اللي بالعكس، هذه الجرعه الثالثه مهمه وخص الناس يديروها. وتنعاود نقولها لانها هي كيف قلت لك هي البوستر، هي المعززه لهذوك الجرعتين. وقع لي واحد المساله مهمه، ان بنتي كانت باقا ما دارتش الجرعه الثالثه، جاتها من بعد الجرعه الاولى والثانيه جاتها الكوفيد. حتى واحد فينا في الدار ما تصاب، لا انا لا مراتي لا علاش، لاننا حنا دايرينها الحمد لله الثالثه. وتصور دابا كل ما كنت جات انا غادي نتعادى ربما هذا هو اللي بغيت. دابا ما حدنا دابا في المواضيع اللي رائجه حاليا اللي هو الجرعه الثالثه، كاينه زياده في الاسعار، شنو رايك انت كمواطن؟ الله ياخذ فيهم الحق، ما كاينش يعني انت ولدي الله ياخذ فيهم الحق. بيان سيغ واخذ فيهم. انا من الناس اللي دابا جي كريتيكي اخ النوج، لان كنا منتظرين من هذه الحكومه ان غادي دير بزاف د الحوايج، غادي يزيدوا في هذه وغادي يزيدوا في خلاصي داكشي اللي كانوا كيقولوا لنا، ولحد الان ما داروا والو. يلا زادوا في الاسعار، ما داروا والو، زادوا بحال كما كان نهار جاب بن كيران فاش قال لك احنا غادي في الاخر جا الدقه الاولى قال لهم زيدوا جوج دراهم في ليسانس. يعني وسيرتو دايور حنا دابا في هذه ليميسيون ديال السي رشيد، راه قبيله هضرت عليها قلتها، يعني حرام عليه، انا خصهم يديروا مجهود، خصهم يشوفوا بان الشعب راه تياكل العصا. راه ما يمكنش نعيشوا بهذه الطريقه، راه كاين اللي ما لاقيش باش ياكل ولاده، يعني خصهم يردوا البال لهذه المساله هذه. فبينما برلمانيين اخرين اللي خص بحال هذيك اللي كتتغوت وتتقول لهم هذا الجرعه الثالثه ولا الجرعه ولا عوض فاش تهضر على هذا المشكل اللي هو مشكل ديال المعيشه وتقول لهم بركه من الغلاء وبركه حق انا ما نجلبش ما ندخلش للبرلمان، شنو ديفياسيون ديال الافكار ديال الناس؟ هضروا على الحوايج اللي مهمه للشعب. صح. ان الغلاء كاين، ان ليسانس طلع، ان المازوت طلع، ومن كيطلع المازوت وليسانس راه كيطلع كل شيء. ان كاين الناس اللي كيمشيو للسوق مساكن ما عندوش حتى 100 درهم 100 ريال في جيبو، كيفاش غيعيش؟ هذه مسائل اللي انا كنهضر عليها وباقي تنهضر عليها، والتلفزيون حتى هو كنهضر على التفاهه ديالو على سميتو. اما علاقه هذيك سميتو الجرعه هذيك الوصله ديال التحسيسيه معنا راه ما عندها حتى علاقه. بغيت نعطيك اليوم حق الرد لان بزاف الناس غادي نحبسوا، لان لا موضوع واحد سؤال اخر عافاك لا غادي نحبسوا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.